لحظه مش ميرسي لحظه لحظه بركه اسمعها معدل مركز جهوي بكل ولايه الا ولايه مدنيه فيها زوج بلادنا وقفت اقتصادنا وقف والمشكل فيش وانا الصحه زاد قاعدين نخسروا في ناس قاعدين ناس يموتوا ينزلنا نعملوا الباكسان اللي ما يخافش على روحه يخاف على الناس الكبار اللي عنده انا بوغ الباكسيناسيون تونس ماهيش باش تتفرهد وباش تتحسن كان ما نعملوا الباكسيناسيون العالم الكل عمل قعدنا كان احنا باغمي لي ديغني اليوم انطلقنا بطبيعة الحال في عملية التلقيح هو مسار هام مهم جدا في مواجهة فيروس كورونا هو المسار اللي باش يعمل نقلة نوعية على مستوى الإجراءات إذا كان وصلنا وأنه يقع تلقيح نسبة معينة من المواطنين وبالتالي فهو مسألة مفصلية في مستقبل البلدان بصفة عامة وتونس خصيصا باعتبار أنه اليوم كنا نواجهه في الفيروس هذا بإجراءات استثنائية وكنا معناها كانت عندها أثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي